اهلا البنات، كدرتوا بخير؟ لاباس، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. ترحب بكم دائما يا البنات، راكم عزازات عزازات. تنقول اللي تتشوف الفيديو مرحبا بك والف مرحبا، وما تنساش الضغط على الجرس والصابوني باش توصلك كل ما هو جديد في قناتي. اذا تنتمنى هذا الفيديو يوصلكم وتكونوا في احسن الاحوال، وتنقول لكم فرجه ممتعه وإلى فيديو مقبل بحول الله. هنا البنات، بالنسبة للعشاء الخفيف أو العشاء الخفيف، سهل 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 البنات. هادو لي باك كما تعرفوا جميع، كاين انواع ديال العجائن او لي باك هدايا انواع. انا قررت ندير اليوم في العشاء ندير لي باك هكايا، وان شاء الله حتى نوريكم التوابل شنو ندير فيها هنايا من بعد ما تغلى. انا تنشرح بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما عمرهم ما طيبوا، تتخلي الماء ديالك حتى يتغلى. الملح البنات ما ديروش الملحه في الاول، تتحطي لي باك نتاعك اللي عندك في المطبخ، تديرها ما تطبخ لك الطبخه الاولى الثانيه هكا الثالثه تتحسي بها دخلها طياب. في هذيك اللحظه ديري الملحه، ويمكن لك تزيدي عليها الا كنت من محبين الثومه باش تعطيك واحد النسمه، ديريها معاها يا بخي تصفيها وطيبي لاصوص من بعد ان شاء الله اللي غنتعرفوا عليه الان. بقاو معايا. هنا بالنسبه للصلصه اللي غنديروها مع لي بات نتاعنا، هنا الزيت البلديه مع الزيت المائده، او يمكن لكم ديروا زيت الزيتون. ودرت الطوماط المركزه، هنا استعملت جوج معالق كبار ديال الطماطم المركزه مع فص كبير ديال الثومه. ولها نتوما لاحظوا كيفاش قطعتها، ما ديكيتيش هكايا قطعتها هكايا، وتتخليو تبقاي تخليها هكا يطيب على هذا باش تقلد تحيد لنا داك الحموضه نتاعها، ومن بعد غادي نزيدو عليها الماء باش تطيب لنا مزيان. وان شاء الله نتلاقاو ونشوفو شنو التوابل. من ناحيه التوابل البنات تتحمر لينا هكا شويه، عاد نزيدو الملح والفلفل الاسود وشويه ديال البازيليك الا كاين موجود، الا ما كاينش بلاش، ولكن الملح والابزار هذا ما كاين. صافي هنايا من بعد نزيد الماء، هانتوما كما لاحظتو شتيو كنبقاو نحمروها هكايا تحيد لينا داك الحموضة نتاعها. صافي ونضيف الماء، نخليها شويه تتقلى، ومن بعد انا نضيف التوابل ليها. صافي هذه هي الصلصه نتاعنا، ها هي نتوما شوفوا. من بعد زدت عليها 200 ملل ديال لاكريم فخاش، تتجي روعه البنات روعه. الا بغيتو من بعد تضيفوا هنا الفرماج، او تخليوه في الاخر تضيفوا فوق الصحن نتاعكم. صافي نصوب لاصوص تاعي ان شاء الله ونوريكم الطبق النهائي. وهي دي الوصفه نتاعنا والوجبه السريعه البنات، خفيفه 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 خفيفه، واللي رافقتها مع المرقاز اللي درتو في الفرن البنات بلا زيت لا والو في الفرن البنات، تيكون صحي. دونك صافي هادشي اللي كاين، تنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوها البنات. بالنسبه تقولوا لي خديجه لي بات كلش تعرفها، ولكن كما تنقول لكم دائما اكثريه الوجبات ديالي للفتيات المبتدئات لا غير. وهذا ما كانوا تقول لكم بالصحة والراحة. البنات الآن نقاسم معكم واحد الوصفة البنات اللي جربتها، وحبيت من واحد المكونين موجودين عندنا في المطبخ الا وهما عندنا هنايا ملعقه كبيره ديال البصله كما تلاحظوا هنايا،
شوفوا هنايا، هنايا عندي العصير ديال البصله ملعقه كبيره، وعندي راس معلقه صغيره ديال العسل الحر. البنات العسل الحر، يمكن السيده تستعمل كذلك البصله تقسمها على جوج وتشدها تحكها على فروه الراس. البنات سمحوا لي انا بديت لكم بالمقادير بلا ما نقول لكم علاش نحتاجوا هاد المقادير. هادو البنات بالنسبه لتساقط الشعر، البنات راه روعه روعه روعه، بالخصوص هاد الماء البصل. البنات يمكن لكم ديروا الماء البصل هكذايا، ولا تشدوا البنات تشدوا البصله وتقسموها على النص وتشدوا في المقدمه ديال الراس عندكم. الا لاحظتوا البنات او السيدات شويه اللي مام البنات اللي تيكونوا في سن المراهقه او من بعد، تيكون عندهم في الجبهه ديالتهم تتكون شويه خاويه. البنات جربوها وردوا عليا، ولكن ماشي في اول نهار يبان لكم النتيجه. هاد البصله ديروها يوميا وردوا عليا الخبر، من هنا 10 ايام او جوج سيمانات هتشوفوا الشعره ديالتكم تتنبت. صدقوني عندكم هاد الماء البصله البنات، ولا البصله هكا تفركوها. هادو البنات الا بغيتو تستعملوا العسل، ولا ما بغيتوش زعما نتوما احرار. العسل البنات من بعد ما تديروا البصله يمكن لكم تتخليوها واحد تقريبا واحد الساعه حتى تنشف وتبقاو تحكوا الفروه ديال الشعر ديالكم. من بعد نوريكم الاستعمال. وهذا البنات تتشدوا تديروا شويه دقالي ديال الماء، الماء باش تميلونجيو بجوج، وتتشدي تتفركيه شويه هكا مع شعرك، ومن بعد تخليه واحد ساعتين هكايا وتتغسلي. الكيفيه البنات راه كلشي هذه حاجه باينه ماشي معقده. انا حبيت ندير هكا الماء البصله البنات. السيده من دير البصله الا بغات تخليها العقل، الا كانت في دارها ما عندها لا شغل لا والو، ما هتخرج لا ما عندهاش شي شغل خارج المنزل تاعها، دير البصله وتفركها هكذا الفروه ديال الشعر هكذا الشعر، وتفرك مزيان مزيان هكذايا هكا هكا، ودلك ابخي دلك بيديها، دير حركات دائريه وبلطف، ماشي هكا يبقى صاحب القوه وهكا، لا بلطف 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 هكايا. ومن بعد ما ديريها غطي شعرك بواحد البلاستيك، راه كاين هذوك ديال الحمام ديال الشابو ديال البلاستيك، ولا عندك دير بلاستيك على شعرك، تخلي 4 سوايع ومن بعد تغسلي. وصدقوني صدقوني البنات راه كاين واحد النتيجه مبهره. عندك هذه وعندك البنات واحد وصفه اخرى طبيعيه هي كذلك، الا وهي زيت الزيتون مع التوم البنات، حتى هي عندها واحد النتيجه مبهره. الا بغيتوا ان شاء الله نديروا معكم، ما كان عندي حتى اشكال، انا هنا اللي فاتحه القناه ديالتي باش نتوما تطلبوا وانا ننفذ. دونك البنات نتمنى هذا الفيديو ان الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتجربوها. البنات كما تنقول لكم الماء البصل هكذايا، او تشدي البصله وتفركيها. انا طحنت هنايا البنات نوريكم كيفاش تتشدي البصله هكايا تتقسميها، اولا عندك البصله، انا البصله هذا باش خديت العصير هذا حكيتها وباش خديت العصير. البصله البنات الا ما بغيتيش تحكيها هكا وتاخدي الماء ديالها، تتشدي البصله هكا وتحكيها في الفروه ديال الراس ديالتك هكذا، ماشي شي حاجه هكا صافي، وتتخليها. وصدقوني البنات جربوها وردوا عليا في الكومنتار. اذا ما نطولش عليكم، تنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وهاد الوصفه ينال الاعجاب ديالكم، وتنقول لكم الى فرصه مقبله ان شاء الله وفيديو مقبل بحول الله. دونك مع السلامه في فيديو مقبل.